يا شركات يا مصرية، ايه الحكاية؟ ايه الحكاية بجد؟ يعني لو انا عايز اشتري من براند بريميوم ومن بره مصر ومش عارف ايه، يعني هروح ارمي فلوسي في الزبالة في حاجة زي كده يعني؟ بس ايه الكلام يعني؟ يعني انا الحمد لله ليا علاقات كويسة جدا مع كتير جدا من براندز المصرية، هدوم بقى، كافيهات، بيكريز، مش عارف، فرنتشر، يعني الحمد لله اعرف ناس كتير جدا من اللوكال براندز يعني. بس محتاجين نتكلم في موضوع البرايسنج، يعني مش عشان ابان ان انا براند او ابان ان انا المنتج بتاعي نظيف يبقى اضرب مثلا في 4 أو 5 سعر التكلفة. ده غلط خالص. يعني هو الهدف اصلا من ان انت اسمك لوكال براند ان انت عايز تأبيل للناس اللي في بلدك، الناس بتوعك، فبتسعر بناء على كده. انما ان انا اجي مثلا شركة لسه بادئة عايز ابان ان انا جامد ومنتج جامد ومش عارف ايه، وعايز يتقال عليا ان انا براند، اروح جاي مسعر عالي جدا. طب ما هو انت كده يعني خرجت نفسك من الحاجة اللي بتقويك، الحاجة اللي بتقويك ان انت عايز تبرايس فيرلي عشان الناس بتوعك يشتروا منك، الناس اللي في بلدك يشتروا منك. انما ايه اللي هيخليني اروح اشتري من حد مصري وسعره قريب اصلا من الاسعار التانية اللي بره؟ مش منطقي خالص يعني. انا بالنسبة لي بجد الحوارات دي بتضايقني جدا، لان انا اصلا وقعت فيها في الاول، في اول استبرك انا كنت بحاول كل شوية كل موسم ازق في السعر، ازق في السعر، ظنا مني انه كده الامبريشن بتاع ان انا براند جامد هيتحقق عند الناس، وده هيخلي الناس تدفع اكتر في حاجة ممكن ما تبقاش مستاهلة كل ده. انما مع الوقت لقيت انه انا كده I'm losing my edge. يعني انا my edge ان انا عندي منتج بصنعه هنا بيعجب الناس، بتعجب بيه عشان هو locally made، وبعدين بروح جاي مضيع الادج بتاعي بان انا ابرايس الحوار في الايه، في الشلاحات. وبعدين الفكرة انه انا وانت عارفين، سواء انا وانت كانت صاحب براند او انا وانت كزباين، احنا عارفين ان مصر ليها حدود في التصنيع. يعني احنا ما ينفعش نيجي نعتبر ان المنتج بتاعنا بريميوم والناس عارفة ان مصر اصلا المنتجات ما بتطلعش منها بريميوم ولا حاجة، خصوصا لو انت لسه بادئ، خصوصا لو انت براند لسه بادئ، انت مش هتعرف توصل للبريميوم برودكت ده في اي كان المجال بتاعك ايه. فبلاش نضحك على بعض، بلاش نقعد نتعب في الناس اكتر من كده، الناس اللي عايزة تشتري مننا، بلاش نكمبرومايز الجروث بتاع البراند بتاعنا لان احنا في ماركت ضايع. فانا هقعد افكر انه طيب انا ازاي اعوض الخسائر، ازاي ابوزيشن نفسي، ازاي مش عارف ايه، هروح مغلي جدا. طيب لما اغلي جدا ايه اللي هيحصل؟ الناس هتشتري مني مرة واتنين، وبعد كده هتلاقي انه والله المنتج ده مش مستاهل، ده غالي جدا على الفاضي، على الفاضي فعلا على الفاضي. فيا اما هيبطلوا يشتروا وانت هتضر، يا اما هيلاقوا ان المنتج مش مستاهل، فانت هتخسر الثقة اللي انت بتحاول تبنيها مع الناس بتوعك، يا اما هيلاقوا حد تاني ارخص منك وانت برضو هتجو اوت اوف بيزنس. فخلينا يعني خلونا بلاش ان احنا نحاول نضحك على الناس ونحاول نوصل للامبريشن بتاع ان احنا براند عالمي ومش عارف ايه، واحنا براندز مصرية. ومع الوقت لو الناس مثلا بتتخدع وبتشتري حاجات عشان هي شكلها حلو والبراندنج بتاعها حلو ومش عارف ايه، وبتلاقي منتج في الاخر مخيش او تعبان او اي حاجة، الناس الوعي بتاعها بيزيد، ومع الوقت الناس اللي خلاص بتحترم العقلية بتاعت الناس وبتحترم انه المنتج حلو بس هو ده السعر بتاعه، الناس خلاص بدأت تستوعب ده وما عادتش هتشتري من الحاجات ال unfairly priced او الغالية على الفاضي. ف انا عملت ده وتعلمت ده في استبرق الحمد لله،
ان انا فعلا بحاول اقلل الاسعار على قد ما اقدر. كده كده انت هتكسب، لان المكسب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وانت مالكش ايد فيه وانا ماليش ايد فيه. فمش معنى ان انت خلاص هتخبط الخبطه، او مثلا خلاص هتغلي وخلاص مثلا، يعني انا هقول تضحك على الناس مجازا، يعني انا عارف ان احنا مش قصدنا نضحك على الناس، بس وكانها كده، لان هو في الاخر ده اللي بيحصل، اللي هو خلاص انا بعت البيعه. طب انت هتبيع مره واتنين وخلاص خلصت، هو ده الهدف؟ ولا الهدف ان انت تسستين البيزنس وتزود الكاستمرز والريبيتنج كاستمرز والليله دي؟ ففير يعني فير برايس، يعني عايزين نركز في ده عشان احنا نكسب، وعشان نقدر ان احنا في يعني ظروف البلد مش مستحمله الحوارات دي، وعشان الناس اللي ورانا تتعلم ده فعلا، تتعلم انه مش الهدف ان انا انزل ارزع سعر والتيشيرت يبقى واقف عليا مثلا ب 100 جنيه، ولا ب 80 جنيه، ولا ب 200 جنيه، واروح بايعه مثلا ب 600 800 جنيه. ليه يعني؟ ليه بتعمل كده؟ ليه انت يعني اكيد انت مش عارف في البراندنج وفي الماركتنج عشان تخبط خبطة زي دي. يعني الدنيا ما بتمشيش كده خالص. البراندز دي بيبقى الـ يعني الاستراتيجي بتاعتها مختلفة تماما عن ان انا اطلع اعمل الحركة دي وخلاص. فراعي ده، راعي ان انت اصلا بتبيع اونلاين، فحتى الحجة بتاع ان انا عندي الاوفر هيد، بتاع ان انا عندي محلات ومش عارف وتسويق وبتاع، الناس عارفة، الناس عارفة الكلام ده بقى لكل الناس بقى الايه فعلا. هدوم، بيكري شوبس، الناس اللي بتبيع مش عارف دوناتس وكوكيز مش عارف 60 70، ليه برضو؟ ليه؟ عادي جدا. الناس اللي بتعمل فرنتشر كأنه جايبينه من اسبانيا مثلا، ولا مش برضو؟ ليه؟ ليه كل ده؟ احنا عارفين اللي فيها. فخلي ده يبقى فيديو توعوي لاصحاب البراندز اللي انا بحب كتير منهم وعلاقتي طيبة مع كتير منهم، وخليه برضو فيديو توعوي للناس اللي بتشتري، انه يا جدعان فعلا انا صاحب براند، وبقول لكم فعلا ان لو انت حسيت ان الحاجة غالية على الفاضي فانت معاك حق، وما تساهمش في ان انت تقعد بقى يعني سبورت اللوكال براندز، بس في نفس الوقت ما تديهمش، ما تقويهمش، انه يا جدعان بقى ايه غلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، ونقعد نعيش في وهم ان احنا بقى بريميوم جلوبال مش عارف براند، وده مش حقيقي خالص. سلام.